جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل أبو عبد الله يقول: ما حكم الإطالة في صلاة الفجر في وقتنا الحاضر في أيام الشتاء قراءة وركوعا وسجودا؟ لأننا نرى بعض الأئمة من يطول إطالة غير معتادة حفظكم الله. الإطالة في صلاة الفجر، إطالة القراءة في صلاة الفجر سنة مطلوبة. قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر المراد بالصلاة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالستين آية إلى المئة في القراءة عليه الصلاة والسلام. الإمام يطيل القراءة إطالة نسبية، إذا كان يشق على المأمومين مشقة ظاهرة فلا يشق عليه، لكن يتوسط في هذا الأمر. نعم. والذي يشق على المأمومين في الوقت الحاضر نوعية القراءة، فبعض الأئمة يمطط الآيات ويقطع ويردد ويرجع، ويشق على المأمومين بأن قراءته غير مناسبة، وقراءته مخالفة لتلاوة القرآن المطلوبة. نعم.